I got brought to the London. بكم اللي تفرجوا فيا بعد شقة الفطر وشاهية طيبة اللي تفرجوا فيا قبل شقة الفطر. أول ما بدأ باش نبدأ نحكيو باش نحكيو على رمضان. وكنقولوا رمضان نقولوا شهاوي، كنقولوا رمضان نقولوا حشيشة، كنقولوا رمضان نقولوا شيشة، كنقولوا رمضان نقولوا ولاد مفيدة، كنقولوا رمضان نقولوا ريحته البنينة. في سيدي رمضان تكثر الشهاوي. تفرجوا في الفيديو هذايا ومن بعد عندي ما نحكي. سوس نمشي نجيب كوكا وشوية شيبس نركزو عليهم على السرير. كوكا شنو منو توا منا قلت لك عامل دايت دايت كلها سكر كوكا نو بالرسمي كلها سكر سايبة علينا السم نطيا وحيد مقرونة توا مقرونة أمان أمان كلها عشرين حالة كسكسي أمان قطاني أمان شربمي أمان بشكوت وقلع حليب أمان منو أمان أمان مقدمك بسكوي وقهوة حليب وقولي باش تغطسوا بسكوي في القهوة ملا مش لازم سيد علي يسمنوا بلوس عجيب حالة قارع شبري يزيد شبري شبري تعبني رمضان تعبني تعبني شو ببلو يسوس وحيدة كوكا دوا أمان مانو ما تبكينيش ما تبكينيش كوكا أمان سوسو صحي فمقرون حتى صحي صحي المقرون مقرونة منو علي شاكا علي شاكا علي شاكا ولا يا سوسو صحي فقطاني هكا كراميل ولا حتى ناتور قطاني يا أمان علي شاكا قطاني بالكراميل يا سوسو توا ديريكت في جوبلي يا ودي حتى قهوة حليب في الدار معاها بشكوت السيدة ذاك بتاع الزمني ذاك بتاع بسكوي قهوة حليب أحلامي طموحي أمنيتي نغطس البشكوت في القهوة حليب وناكلها منو مشاعري ما عادش تتحملها وبرشا حاجات يقوى ساعتها في رمضان الخبز يا عيني على الخبز ريحته تتبدل في رمضان شي كبير جبت الخبز زوفا جيت زوفا جيت اشتغلت فيا جبت الخبز الإشهار في رمضان قريب شي يهبطلنا من الشيشمة قريب باش يطلع لنا من التلفزة يطلع لك من المخدة وانتي راقد تحلم بيه الإشهار في رمضان سوس صحة شريف يعطيك الصحة عزيزتي عايشك شقالك في برامج رمضان السنين؟ بصراحة حاجة تعمل الكيف باش تتفرج انتي اينا ركزت مع أوريدو سنين شيخت عليهم فريمون محلي عجبتني على الاخر اما قلت ليكم مقعرهم مقعرهم بعد كلاشيت عاملين الكل والهيستوري كي عاملوه هكا يعملوا سنين يعاودوا نفس البوب ريت سما بريزي الكور فريمون فريمون سما بريزي الكور ما توقعتهاش منهم اما اورانج عاد اورانج الكابو بس البريك هذيك وي عجبتني على الاخر بعد السيزون الاول بتاع الحاجه السنين الحاج بريكه هو شيء كبير هو صحيح اما بصراحه 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 عزيزتي شتدي انترنو فديت من المسلسلات المسلسلات ضربه ضربتيني قص علينا في البيب فديت قتلوني قتلوني عزيزتي ما عادش نجم وبلاش ياسر يطولوا ياسر ياسر طولوا حاله حاله هما يطولوا برا حاله فديت انا من المسلسلات خلينا نتفرجوا في البيب على راحتنا ما
ما نجموش نحكيو على رمضان ما غير ما نحكيو على فشلة رمضان. تفرجوا معانا على فشلة رمضان. وما نعرفش علاش الفشلة اللي تعيش معانا طيلة نهار كامل في لحظة تتلاشى، لحظة اللي يذن يذين، لحظة اللي يضرب المدفع فجأة يرجع فيك النشاط قبل ما تاكل حتى شيء. صاحبي كيف تفهمنا كيف تفهمنا وي امي امي مش معاك انا ما نحبش تقطيع التريش راه مش بيه تقطيع التريش اما ما فيها بيه ساعه على ساعه نقولوا الحقيقه نحن رانا ناس كم مريقلي مثلا في ولاد مفيده فما حاجه كلي قلقتني شوي صوت بدر نحب نفهم شبيه صوته كيك زعما كي يستبرد كيفاش كي يشخر كيفاش كي يكح كيفاش كي يضحك زعما كيفاش ريتو هذاك اللي قاعد على الطاولة لا مش نحكي على داريك الجامعة علي مقابل جهة أخرى ما راحت في المسلسل أما السيد هذاك هو ولد محمد علي بن جمعة في المسلسل لكن في الحقيقة هو أخو ولد محمد علي بن جمعة في المسلسل بطبيعة انتو ما فهمتوش علي لكن توا مش تفهموا تو هذاك لا مش رامي الضاوي هذاك اللي على إسار داري بن جمعة ركزوا معاه أش باش يقول بايت أشوف كان أجب تنعي بيها ريتوش قالوا ريتوش قالوا بشفافه قالوا أخوك لا وزيد ثبتوا فيش قالوا بشفافه يشبه لك دونك السيد اللي مقابله هو خو ولد دالي بن جمعة في المسلسل يعني دالي بن جمعة طلع عنده طفل واحد آخر وهو مفبلوش هو صاحبه دونك سيادتهم محلقين يتعرفوا ناقص كان باش يعملوا شطر ورقه اكتب اسم الاب واسم الام يتعرفوا سيادتهم يتعرفوا كملنا الفيديو هذه يا جماعه ان شاء الله رمضانكم مبروك وان شاء الله صيام مقبول وذنب مغفور وكان ما تقابلناش قبل العيد ان شاء الله عيدكم مبروك وكان عجبتكم الفيديو بتاعي انزلوا على الصباع الازرق وما تنساوش تابونيو عشان يوتيوب بتاعي وبرتجيو برتجيو برتجيو باندا دايريز لمتعتكم I got broads in Atlanta. Just to the lean the